السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم على قناة بريو مع الأستاذة غوي مريم، واليوم مع تلاميذ سنة الأولى إعدادي والسلسلة رقم 4 التماثل المركزي. تمرين 1، ليكن ABC مثلث بحيث BC تساوي 6 سنتيمتر وABC 50 درجة وACB 40 درجة. ولتكن E توجد خارج المثلث ABC، أولا أنشئ النقطة E والمثلث ABC، ثم أنشئ النقط M و N و B مماثلات لنقط A و B و C على التوالي بالنسبة للنقطة E. ثانيا أثبت أن المثلث MNB قائم الزاوية. تمرين ثاني، ABC دي شبه منحرف بحيث AB يوازي CD. باش كيتميز شبه منحرف كنعرفو أنه عنده قاعدة صغرى وقاعدة كبرى، مستقيمان دائما متوازيان، حيث AB تساوي 2 سنتيمتر، DC 7 سنتيمتر، و ADC تساوي 60 درجة. أولا أنجز الشكل في دفترك. ثانيا أنشئ النقطتين A فتحة و B فتحة مماثلتي النقطتين A و B، A و B على التوالي بالنسبة للنقطة C. ثالثا أحسب A فتحة B فتحة. رابعا أنشئ النقط M و N و B مماثلات النقط A و C و D على التوالي بالنسبة للنقطة B. خامسا حدد المسافتين MB و NB. سادسا ما هو قياس الزاوية MBA. تمرين 3، أعطي C مثلث متساوي الساقين في A والنقطة E منتصف ضلع BC، لتكون النقطة D مماثلة النقطة A بالنسبة لE. أولا أنجز شكلا مناسبا. ثانيا ما هي طبيعة رباعي ABDC؟ علّي الجواب. تمرين 4، أولا أرسم قطعة AB ومنتصفها النقطة O. ثانيا لتكن نقطة M توجد خارج المستقيم AB، أنشئ النقطة N مماثلة M بالنسبة للنقطة O. ثالثا برهن أن AN يوازي MB و AM يوازي BN. تمرين 5، ABC مثلث، أولا أنشئ النقطة A فتحة مماثلة A بالنسبة للنقطة B. ثانيا أنشئ النقطة B فتحة مماثلة B بالنسبة للنقطة C. ثالثا أنشئ النقطة C فتحة مماثلة C بالنسبة للنقطة A. تمرين 6، ABC مثلث و E نقطة خارجة، أولا أنشئ النقط A فتحة B فتحة C فتحة مماثلات نقط A و B و C على التوالي بالنسبة للنقطة E. ثانيا ما هو مماثل مستقيم AB بالنسبة للنقطة E؟ علي جوابك. ثالثا ما هو مماثل نصف مستقيم EA بالنسبة لـ E؟ علي جوابك. رابعا ما هي مماثلة القطعة BC بالنسبة لـ E؟ علي جوابك. خامسا ما هي مماثلة الزاوية BAC بالنسبة لـ E؟ علي جوابك. تمرين 7، أولا أرسم دائرة C مركزها O وشعاعها 2 سنتيمتر. ثانيا أرسم نقطة M تنتمي إلى الدائرة C. ثالثا خذ نقطة E خارج الدائرة C. رابعا أنشئ O فتحة و M فتحة مماثلتي O و M على التوالي بالنسبة لE. خامسا أرسم C فتحة التي مركزها O فتحة وتمر من M فتحة. سادسا أثبت أن شعاع C فتحة هو 2 سنتيمتر. تمرين 8، C1 و C2 دائرتان لهما نفس المركز O وشعاعهما 2 سنتيمتر و 3 سنتيمتر على التوالي. MN قطر للدائرة C1 وBR قطر للدائرة C2، بحيث نقط M و N و B و R غير مستقيمية. أثبت أن المستقيم MB يوازي MR. تمرين 9، AB قطعة و O منتصفها. أولا أثبت أن النقطة O هي مركز تماثل قطعة AB. ثانيا أرسم نقطة C خارج المستقيم AB، ثم أنشئ C فتحة مماثلتها بالنسبة لـ O. ثالثا أثبت أن النقط C و O C فتحة مستقيمية. رابعا ما هو مركز تماثل رباعي AC B C فتحة. تمرين 10، ABC مثلث و M نقطة من الضلع BC تختلف عن B و C. أولا أنشئ E منتصف قطعة AM. ثانيا أنشئ B فتحة و C فتحة مماثلتي B و C على التوالي بالنسبة للنقطة E. ثالثا أثبت أن M B فتحة يوازي AB. رابعا بين أن A و B فتحة و C فتحة نقط مستقيمية. صحيح السلسلة. تمرين 1، أولا الشكل خصنا نحلو. شنو قالوا لنا؟ ABC مثلث هو بحيث BC 6 سنتيمترات و ACB
40 درجة و A B C 50 درجة. لتكن E خارج المثلث ها هي أنشئ النقطة E ها هي خارج معها والمثلث A B C، ثم أنشئ النقطة M فتحة مماثلة A بالنسبة لE، M فتحة M مماثلة A بالنسبة لE. من بعد غنشئ M مماثلة B بالنسبة لE. نفس الطريقة لدينا M مماثلة A بالنسبة لE، إذا E منتصف A M، ولدينا N مماثلة B بالنسبة لE، إذا E منتصف B M، ولدينا B مماثلة C بالنسبة لE، إذا E منتصف B C. لنثبت أن المثلث، السؤال ديالنا لنثبت أو ثانيا نثبت أن المثلث M N B قائم الزاوية. باش نبينوه أنه قائم الزاوية شنو كنعرفو؟ دابا من خلال الملاحظة ديال الشكل الأول ديال A B C، عندي هذه 50 هذه 40 هي 90، ونعلم أن مجموع زوايا المثلث مجموع قياس زوايا المثلث هي 180 درجة، إذا 180 ناقص 90 هي 90، إذا هنا عندي 90، إذا خمسمية شوف المماثلة ديال بي أ سي غتعطيني هي إم بي إن، إذا كانت هذه 90 أو هذه غتكون 90، لأن التماثل المركزي يحافظ على قياس الزوايا. هانتوما تشوفوا البرهان، لدينا إن مماثلة بي بالنسبة لإي، و إم مماثلة أ بالنسبة لإي، و B مماثلة C بالنسبة لE، إذا N M B مماثلة B A C بالنسبة لE. بما أن التماثل المركزي يحافظ على قياس الزوايا، فإن N M B تساوي B A C. دابا خصنا نعرف B A C كيفاش نخرجوها، هي الطريقة اللي وريتكم. إلا كانت B A C كتساوي 90 و N M B غتساوي 90، لنحدد قياس الزاوية B A C. لدينا A B C مثلث، إذا B A C زائد A B C زائد A C B تساوي 180 درجة، B A C زائد 50 زائد 40 تساوي 180 درجة، B A C زائد 90 درجة تساوي 180، B A C تساوي 180 ناقص 90، ومنه B A C تساوي 90 درجة، إذا N N B تساوي 90 درجة، وبالتالي N N B مثلث قائم الزاوية في N. تمرين 2، عندنا شبه منحرف وعندنا A B تساوي 2 سنتيمتر، D C 7 سنتيمترات، والزاوية A D C 60 درجة. لننشئ A فتحة مماثلة A بالنسبة للنقطة B، A فتحة مماثلة A بالنسبة للنقطة C، شوفي النقطة C، إذا A فتحة مماثلة A بالنسبة للنقطة C، إذا C منتصف A فتحة، وعندنا ب فتحة مماثلة ب بالنسبة للنقطة C، ب فتحة ب فتحة مماثلة ب بالنسبة للنقطة C، إذا ب فتحة مماثلة ب بالنسبة للنقطة C، إذا C منتصف ب ب فتحة، لقينا A C منتصف A A فتحة و C منتصف ب ب فتحة. لنحسب المسافة A فتحة ب فتحة، مني كيهضرو لنا على المسافة يعني خصني ندير مماثلة قطعة. منين كنطلق قطعة كتكون من ناش، طالبين منا نحسب المسافة A فتحة ب فتحة، إذا خصني مماثلة القطعة كنطلق من A فتحة ب فتحة كنرجع قطعة وعاد كنرجع المسافة. لدينا A فتحة مماثلة A بالنسبة لـ C، و B فتحة مماثلة B بالنسبة لـ C، إذا A فتحة ب فتحة مماثلة A B بالنسبة لـ C. بما أن التماثل المركزي يحافظ على قياس المسافة أو المسافة بين نقطتين، فإن A فتحة ب فتحة تساوي A B. لدينا A B تساوي 2 سنتيمتر، إذا A فتحة ب فتحة تساوي 2 سنتيمتر. لنحدد المسافة M B، لدينا M مماثلة A بالنسبة لـ B نفس الطريقة، و B مماثلتها نفسها بالنسبة لـ B، لأن لقلنا نفس النقطة غتعطينا هي، إذا M B هي مماثلة A B بالنسبة لـ B. بما أن التماثل المركزي يحافظ على المسافة بين نقطتين، فإن M B تساوي A B. بما أن A B تساوي 2 سنتيمتر، فإن M B تساوي 2 سنتيمتر. لنحدد المسافة N B، لدينا N مماثلة C بالنسبة لـ B، و B مماثلة D بالنسبة لـ B، إذا N B مماثلة C D بالنسبة لـ B. بما أن التماثل المركزي يحافظ على المسافة، فإن N B تساوي C D. لدينا C D كتساوي 7 سنتيمترات، إذا N B كتساوي 7 سنتيمترات.
سادسا لنحدد قياس الزاوية M في N. لدينا M مماثلة A بالنسبة لـ P، و P مماثلة D بالنسبة لـ P، و N مماثلة C بالنسبة لـ P. إذا M في N مماثلة A دي C بالنسبة لـ P. بما أن التماثل المركزي يحافظ على قياس الزوايا، فإن M في N تساوي A دي C. لدينا A دي C كتساوي 60 درجة، إذا M في N تساوي 60 درجة. نتبعي الزاوية M في N. كنشوف الممثلة ديال M. M هي الممثلة ديال واحد النقطة، P هي الممثلة ديال النقطة، و N هي الممثلة ديال النقطة. كنجمعهم كيكونوا زاوية. التماثل المركزي يحافظ على قياس الزوايا، إذا الزاوية الأولى كتساوي الزاوية الثانية. كما قلت لكم البرهان راه كيتعاود. تمرين ثلاثة، ليكن ABC مثلث متساوي الساقين في A. هو ABC. شنو عندي؟ إي منتصف ضلع BC. هو ما تنساوش راه رموز التقايس، لا بالنسبة للمثلث AB مع AC، لا بالنسبة لـ E، EB مع EC. شنو عندي؟ ولتكن نقطة D مماثلة A بالنسبة لـ E. لدينا D مماثلة A بالنسبة لـ E، إذا E منتصف AB. ما هي طبيعة الرباعي ABC؟ لدينا D مماثلة A بالنسبة لـ E، إذا E منتصف AD. ولدينا E منتصف BC، إذا للقطرين AD و BC نفس المنتصف، وبالتالي الرباعي متوازي الأضلاع ABC متوازي الأضلاع. متوازي الأضلاع زائد ضلعين متتابعين متقايسين فهو معين. ولدينا ABC مثلث متساوي الساقين في A، إذا AB تساوي AC. من واحد واثنان نستنتج أن الرباعي معين. تمرين أربعة، أرسم قطعة. أرسم قطعة AB و O منتصفها. ها قطعة AB، ها O منتصفها، ها مستقيم. لتكن N نقطة خارجها المستقيم AB، هاي N. أنشئ النقطة N مماثلة M بالنسبة لـ O. لدينا N مماثلة M بالنسبة لـ O، يعني أن O منتصف MN. لنبرهن أن AN يوازي MB و AM يوازي BN. لدينا O منتصف AB، ولدينا N مماثلة M بالنسبة لـ O، إذا O منتصف MN. إذا للقطرين MN و AB نفس المنتصف، وبالتالي الرباعي AM BN متوازي الأضلاع. إذا كان عندي متوازي الأضلاع، كل ضلعين متقابلين فيه متوازيين، إذا AN يوازي AN يوازي MB و AM يوازي BN. هاد الضلع اللي مقابل معاه متوازي معاه، وهاد الضلع اللي مقابل معاه متوازي معاه. بالنسبة لتمرين خمسة عندنا الشكل. لدينا ABC مثلث، ولدينا أفتحة مماثلة A بالنسبة للنقطة B، إذا B منتصف A أفتحة. هاي أفتحة مماثلة A بالنسبة للنقطة B، إذا B منتصف A أفتحة. ولدينا C فتحة مماثلة C بالنسبة للنقطة A، إذا A منتصف C C فتحة. هاي ولدينا أنشئ ب فتحة مماثلة ب بالنسبة للنقطة C، إذا C منتصف ب ب فتحة. كما قلنا نعود تاني كيفاش كنرسمو هاد النقط. هادي كناخذ البيكا كنفتحو على قد هاد المسافة، هادي كنحط الإبرة هنا كنقيس هاد المسافة وكندور البيكا باش ندير القوس، هادي هي ب ب فتحة. تمرين ستة، ABC مثلث و E نقطة خارجة. لدينا A فتحة مماثلة A بالنسبة للنقطة E، إذا E منتصف A أفتحة، و C فتحة مماثلة C بالنسبة للنقطة E، إذا E منتصف C C فتحة، و B فتحة مماثلة B بالنسبة للنقطة E، إذا E منتصف B B فتحة. ما هو مماثل المستقيم AB؟ AB، إذا حنا شنو غنديرو؟ غنديرو بA و B. لدينا A فتحة مماثلة A بالنسبة للنقطة E، ولدينا B فتحة مماثلة B بالنسبة للنقطة E. إذا A فتحة B فتحة هو مماثل مستقيم AB بالنسبة للنقطة E. يسولون على AB و AB و A فتحة B فتحة فهما متوازيان، لأن مماثل مستقيم هو مستقيم موازي. ثانيا نحدد مماثل المستقيم AB بالنسبة لـ E. لدينا A فتحة مماثلة A بالنسبة لـ E، و B فتحة مماثلة B بالنسبة لـ E، إذا A فتحة B فتحة مماثل AB بالنسبة لـ E. ثالثا لنحدد مماثل نصف المستقيم CA بالنسبة لـ E. لدينا C فتحة مماثلة C بالنسبة لـ E،
وأختها مماثلة أ بالنسبة لـ أ، إذا C تاع أختها مماثل C أ بالنسبة لـ أ. لنحدد مماثلة القطعة تاع C بالنسبة لـ أ، لدينا B تاع مماثلة B بالنسبة لـ أ، و C تاع مماثلة C بالنسبة لـ أ، إذا B تاع C تاع مماثلة B C بالنسبة لـ أ. إذا قالنا شحال قياس واش B C، B تاع C تاع شحال القياس ديالها؟ كتزيدي، بما أن التماثل المركزي يحافظ على قياس المسافة بين نقطتين، فإن ب فتحة س فتحة تساوي ب س، ولكن هنا طالبين لنا عين مماثل القطعة. خامسا، لنحدد مماثلة الزاوية ب أ س بالنسبة لـ أ، لدينا ب فتحة مماثلة ب بالنسبة لـ أ، و أ فتحة مماثلة أ بالنسبة لـ أ، و س فتحة مماثلة س بالنسبة لـ أ. إذا ب فتحة أ فتحة س فتحة مماثلة ب أ س بالنسبة لـ أ. تمرين سبعة، نرسم دائرة C مركزها O وشعاعها 2 سنتيمتر. لنرسم M نقطة تنتمي إلى الدائرة، لننشئ أ فتحة مماثلة أ بالنسبة لـ أ. هو أ فتحة مماثلة أ بالنسبة لـ أ، M فتحة مماثلة M بالنسبة لـ أ. لنثبت أن شعاع C فتحة هو 2 سنتيمتر، لدينا C دائرة مركزها أ وشعاعها 2 سنتيمتر، أ فتحة مماثلة أ بالنسبة لـ أ، و C فتحة مماثلة C بالنسبة لـ أ، إذا C فتحة مركزها أ فتحة ولها نفس شعاع ومنه شعاع C فتحة هو 2 سنتيمتر. إحنا عندنا في قاعدة أو في خاصية مماثلة الدائرة بالنسبة لنقطة أو هي دائرة، أو بالنسبة لنقطة هي دائرة مركزها أو فتحة، مماثلة الدائرة مركزها أو وشعاعها R هي دائرة مركزها أو فتحة ولها نفس شعاع، ومركزها أو فتحة هو مركز هو مماثل مركز أو بالنسبة لواحد النقطة. تمرين ثمانية، لدينا C واحد و C اثنان، C واحد هي الدائرة للداخل مركزها O وشعاعها 2 سنتيمتر، و C اثنان مركزها O وشعاعها 3 سنتيمتر. شنو درنا؟ درنا MN قطر للدائرة C واحد، MN قطر للدائرة C واحد، BR قطر للدائرة C اثنان، بحيث النقاط كلهم غير مستقيمية. لنثبت أن MN يوازي MB، عفوا، لنثبت أن MB يوازي NN. لدينا MN قطر للدائرة C واحد التي مركزها O، إذا O منتصف MN، ولدينا BR قطر للدائرة C اثنان التي مركزها O، إذا O منتصف BR. بما أن للقطرين MN و BR نفس المنتصف، فإن الرباعي PNRM متوازي الأضلاع، ومنه إذا كان رباعي متوازي الأضلاع فإن PM يوازي NR. تمرين تسعة، AB قطعة منتصفها O. أثبت أولا، لنثبت أن النقطة O هو مركز تماثل القطعة AB، لدينا AB قطعة مركزها O، إذا O هو مركز تماثل القطعة AB. إحنا في الدرس شنو قلنا؟ قلنا باش يكون عندنا مركز تماثل خص الشكل ما يتغيرش، القطعة AB الأو ديال أو منتصفها، إذا أو هو مركز تماثل. ثانيا، ننشئ C فتحة مماثلة C بالنسبة لأو، لدينا C فتحة مماثلة C بالنسبة لأو، يعني أو منتصف C فتحة. ثالثا، لنثبت أن النقط C وأو والC فتحة مستقيمية، C وأو والC فتحة مستقيمية، لدينا C فتحة مماثلة C بالنسبة لأو، و O منتصف C فتحة، إذا نقط C فتحة و O و C نقاط مستقيمية. رابعا، لنحدد مركز تماثل الرباعي ACB C فتحة، لدينا O منتصف AB يعني القطر، القطر كنديرو ليه بحال هكذا، كناخدو الحق الأول نحيدو الحق الثاني وناخدو الثالث، الثاني ناخدو الثاني مع الرابع. لدينا O منتصف AB و O منتصف C فتحة، بما أن القطرين AB و C فتحة نفس المنتصف، فإن الرباعي AC B فتحة متوازي الأضلاع،
ومنه مركز سماته المتوازي الأضلاع أس ب ستحة هو أم. تمرين 10 ABC مثلث وM نقطة من الضلع BC، أنشئ إي متوسط القطعة AM، حنا درناها ما تنساوش رموز التقايس، لننشئ ب فتحة مماثلة بي بالنسبة للنقطة إي. لدينا ب فتحة مماثلة ب بالنسبة للنقطة إي، يعني إي متوسط ب فتحة، ولدينا س فتحة مماثلة س بالنسبة للنقطة إي، إذا إي متوسط س فتحة. ثالثا لنثبت أن AB يوازي M ب فتحة، لدينا ب فتحة مماثلة ب بالنسبة لإي، إذا إي متوسط ب ب فتحة، ولدينا إي متوسط AM، بما أن القطرين ب ب فتحة و AM نفس المتوسط فإن الرباعي A ب فتحة M ب متوازي الأضلاع. ومنه M ب فتحة يوازي AB. رابعا لنبين أن A و ب فتحة و C فتحة نقط مستقيمية، لدينا ب C قطعة و M نقطة من ب C، يعني أن M و B و M و C نقط مستقيمية. لدينا ب فتحة مماثلة B بالنسبة للنقطة E، و A مماثلة M بالنسبة للنقطة E، ولأن E متوسط AM، والس فتحة مماثلة C بالنسبة للنقطة E. بما أن التماثل المركزي يحافظ على استقامية النقط، فإن النقط B فتحة والس فتحة و A نقط مستقيمية. ناتشي كله عرفناه، مماثل المستقيم ومستقيم موازي، مماثل نقط مستقيمية هي أيضا نقط مستقيمية، مماثل نصف مستقيم ونصف مستقيم موازي، مماثلة زاوية هي زاوية تقايسها، مماثلة دائرة لها مماثلة دائرة مركزها أو شعاعها R، هي دائرة مركزها أو فتحة ولها نفس الشعاع، بحيث أو فتحة هو مماثل أو بالنسبة لنقطة. وكنعرفوا بأن التماثل المركزي يحافظ على استقامية النقط، يحافظ على المسافة بين النقطتين، ويحافظ على قياس الزاوية. كنت سعيدة جدا بلقائكم. كان هذا هو تصحيح السلسلة رقم 4 من درس التماثل المركزي. شكرا على المتابعة، وإلى اللقاء مع فيديو آخر.